الله الرحمن الرحيم. حن في منطقة عسير في محافظة الرجال ألمة، وحن في منطقة عشوة بالضبط. أنصح الزوار منطقة عسير أو المنطقة السعودية يجون المنطقة هذه، مناظر طلابة وشلالات كما ترون، ونحمد الله ونشكره. ما يحتاج الواحد يسافر لأي دولة، في دولتنا الحمد لله فيها مناظر وفيها أشياء خلابة، ونحمد الله ونشكره. الله يديم الأمن والأمان وينصر جنودنا المراطين الحدود، اللهم انصرهم نصر من عندك. معكم سفر الأحمر، ونشكر الإعلامي والممثل للثقافة الفنون موسى الشهري، نشكره على ما يقدمه من جهود، والله يوفقه جميع على ما ينظر من مناظر للمنطقة الجنوبية وخاصة بمحافظة رجال المعه وكل جميع المحافظات الجنوبية، والله يوفقه وسهل أمره. محمد عبد الرحمن الشهراني من بيشة، أنصح الزوار والمصطافين زيارة رجال المع، أجواء خيالية وحياة وريالين وبسطة. في حان الشهراني ننصح المصطافين زيارة Thank you.